اخيرا جات البيجامه النيله الصحراويه اللي تبيض الجسم كامل. ها هي لاله باش تلبسي. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو الكريمات باش نرطبو يدينا، غادي نلقاو البرودوي باش نعالجو المشاكل اللي في الجسم ديالنا، وغنلقاو الزيوت باش غنرطبو وباش غادي نعالجو البشره والشعر ديالنا، وغنلقاو حتى هاد الزبدات هادو تاهما باش نحلو جميع مشاكل الشعر والجسم كذلك. هادو كلهم حلالي للمشاكل. عندنا كذلك سنيناتنا تاهما غنلقاو هنا ان شاء الله باش غنبيضوهم، باش غنحيدو منهم الريحه الخايبه، وباش غنحافظو حتى على اللثه ديالنا. عندك لاله مشكل بغيتي قديمات كيكونوا حمرين، بغيتي يديداتك، بغيتي اللحم ديالك كيكون صافي حتى هو عليك. ها انتم البنات عندنا اليوم ان شاء الله العكر الفاتي، عندنا التبريمه، عندنا كذلك هذه النيله الصحراويه، عندنا النيله الصحراويه توب، عندنا الزيوت كذلك. اليوم غادي نشوفوا حتى العسوله حتى هما، وما نساوش حتى نعطروا العطر حتى هو كاين، الصابون البلدي. مشي للحمام واحد الفركه يا لاله، ها الصابون البلدي والتبريمه، وكاين حتى الكيس الحمام باش منين تبيضي وجهك حتى هو ان شاء الله كاينين باش تبيضي وجهك، الكريمات الشامبوان اي حاجه للجسم ديالك والشعر ديالك غتلقاي عندك. بسم الله. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلاش كعرفتوني اليوم انا فين؟ اليوم ان شاء الله حنايا عند بودور، واليوم في الفرع ديال سيدي مومن جوهره قيصريه الخليل، باش نديروا ان شاء الله البرومو كيف ما ولفتنا بودور مادام كنجيو الا وكاين برومو جديد. اليوم ان شاء الله عندنا ثلاثه ديال لي برومو، عندنا كاين 10 دراهم كاينه كتاخدي واحد ناقص الثمن وكتاخدي معاه الكادو، وعندنا البرودو الكادو الثالث ولا البرومو الثالث اللي غتقولوا لنا ان شاء الله بودور معنا في الفيديو. المنتوجات بودور منتوجات طبيعيه 100%، ولي برودوي اللي معروفين عندها راه تبارك الله ما شاء الله كاع الناس اللي جربوه يكتبوا لنا في التعاليق. واليوم كاين حتى املو، كاين حتى املو اروى، كاين حتى املو محبوب ديالكم، وكاين حتى العسل ان شاء الله. غير تابعونا املو ديال الكاوكاو 30 درهم الثاني وجوج ب50، وكاين حتى ارغان حتى ارغان حتى هي راه كاينه اليوم. بالنسبه لهذا الفرع هذا كيتواجد في قيصريه الخليل مدينه الدار البيضاء سيدي مومن، وكاين الفرع الاول اللي هو في سباته قيصريه ديال سباته، والفرع الثاني اللي هنايا في قيصريه الخليل اللي كتوجد في قيصريه الخليل مدينه الدار البيضاء، المدخل اللي كتدخل من المدخل الرئيسي ديال القيصريه. احسن هذا المدخل رقم 5، رقم 5 نيشان، يعني قيصريه الخليل سيدي مومن جوهره المدخل رقم 5 نيشان، المحل اللي كيحلو طيله الاسبوع ما كيسدو حتى شي نهار غير الجمعه في الصباح. الجمعة في الصباح كيكون القصرية كاملة سادة، كاملة سادة كيحلوا كيحلوا وراء الظهر إن شاء الله وراء صلاة الظهر، وكاين التوصيل في كازا وكاين حتى في خارج كازا، ونبداو إن شاء الله على بركة الله. وكاين البرودويات بالنسبة للناس بزاف كيسولوني في التعاليق واش كيديروا الجملة، نعم حيت البرودويات ديالهم كيصاوبوهم هما، يعني البرودوي اللي كتلقاي مكتوبة فيه بودور راه كيكون ديالهم هما اللي مصاوبينهم. نبداو إن شاء الله على بركة الله وكيف العادة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، باش نتوما إن شاء الله تذكروا تصليوا على النبي، وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا ونقولوا بسم الله على بركتكم. اروى كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان؟ كل شيء على خير. بعدا اللي كيعجبني عندك يا اختي هي التاويل، عرفتوا البنات حنا كنصوروا هي كتقادوا. شتوا دابا هذه الا كانت بحال هكا كتلقاي كدي لها هكا وتقادها، المهم راه كيبان التاويل من التساف ديال المحل ما شاء الله على بوضو. اليوم شنو كاين؟ اليوم عندنا ثلاثة ديال لي برومو في فيديو واحد، اللي هما برومو ديال 30 درهم جوج ب50، والبرومو ديال كتاخذي برودوي كمثال كيدير 120 كيبقى ب 100 درهم كتاخذي الثاني هدية، والبرومو ديال 10 دراهم ديال 10 دراهم 10 دراهم. ومنين غادي يبداو اليوم ان شاء الله؟ اليمين اليمين. نبداو من معجون الاسنان، كاين هذاك ديال الكوك اللي كياخذوا البنات ديما، وكاين الاخر ديال عرق السوس. بالنسبة ديال الكوك راه كيرطب الاسنان، كيمنع الصفيرة، مبين وكيقوم حتى المينا ديال السنان. وبالنسبه ديال عرق السوس راه كنا قلنا انه كيوقي من التسوس وكيمنع واحد ديك الرائحه ديال الفم اللي كتكون شويه هذا كريهة في الفم. اياه ها هو. الثمن بالنسبه للثمن 30 درهم جوج ب50، 30 درهم الواحد جوج ب50 درهم. اوكي عندنا كريم فرشاة ديال السنان هذه ديال العود، هذه راه ديال العود طبيعيه حتى هي ب 30 درهم 30 درهم 30 درهم حتى هي، غادي نديرو فيها جوج، الا خديتي جوج كيبقاو ب 50 درهم. دابا وحده ب 30 جوج ب 50 50 درهم وبالنسبه للبرومو هذه ديال سينيال كتاخدي واحد ب 30، تقدري تاخدي من نفس النوع، تقدري تاخدي واحد هكا واحد هكا كيبقاو جوج ب 50 جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم.
وهنايا عندنا كريم القدمين وكريم اليدين. كاين اللي كيبغي بجوج كريم القدمين، وكاين اللي كيبغي واحد يدين واحد القدمين. بالنسبه للثمن 30 درهم جوج ب 50 درهم، تاخذي اللي بغيتي، بغيتي جوج يدين بغيتي جوج رجلين، يعني كتاخذي واحد جوج بواحد ب 30، الا خديتي جوج ب 50 درهم. 50 درهم هذا ديال القدمين راه بريباري بالعكر الفاسي، مزيان التشققات ديال الرجلين، مزيان لاكزيما وحتى الفطريات اللي كيكونوا في الرجلين. وبالنسبه ديال اليدين راه مرطب في الزيت ديال الجنجلان وفي زيت اللوز، مزيان الصدفيه ولاكزيما. وكاين هنا غسول الفم، غسول ديال الفم حتى هو كتاخذي ب 50 درهم. التفاح فيه بزاف المكونات اللي كتعقم، في عود الاراك، عرق السوس، وراق ديال الكاليبتوس، وراق الصفصاف، وراق الزيتون، القرنفل، والصلاحه. هذا ب 50 درهم. وكتاخذي معاه صابونه هديه، كتاخذي يا اما الناقه والمعزل مع الارز، ولا النيله الصحراويه، ولا الزعفران والزعتر هديه معاه. وكاين هذا اكزيما حتى هو كيبقى ب 30 درهم جوج ب 50، كتاخذي معاه هادي ديال الوجه هديه. كاين هذا اغبال ديال البواسير، البواسير زوين هذا، هذا زوين الانتفاخ، داك كيكون واحد الاحتقان، كتكون واحد الحموريه وانتفاخ، هذا مزيان كينفس شويه. وكاين هذا السيرون ديال غني على التعريف ديال الاركان، هذا مرطب رائع للشعر، وحتى ما كيخليش داك التشواك في الشعر، ما كيبقاش مشوك، وكيعطي واحد الريحه زوينه في الشعر من بعد الغسيل. شفنا الثمن ديال هذا ايغلاند، الثمن ديالو كيبقى ب 60 درهم، هذا ب 60 درهم، هذا 60 درهم. وبالنسبة لهذا السيروم ديال الأرقام كيبقى ب 80 درهم، كتاخذي الثاني هدية، هدية ديال العود حتى هو 60 درهم الثاني هدية، وديال الورد 60 درهم الثاني هدية، والكولاجين 60 درهم والثاني هدية. كتاخذي هادي الثانية هدية، كتاخذي هذا السيروم هذا حتى هو الثاني هدية، كتاخذي سيروم الورد وكتاخذي السيروم الثاني هدية، يعني كتخلصي واحد الثاني كتاخذي فابور. أييه بالنسبة للأرقام قلنا مزيان كيغدي وكيطب الشعر، وبالنسبة للعود راه مزيان المشكل ديال الشقيقة والألم ديال الراس، وبالنسبة لهذا كيحفز على إنتاج الميلانين الناس اللي عندهم مشكل ديال الشيب والحكة، وهذا ديال الورد راه مزيان الوليدات الصغار، كيحيد ديك الشميشة اللي كتكون في الشعر. الشعر الأثمنة قلنا هذا ب 80، هذا ب 60، هذا ب 60، وهذا ب 80، ب 80 طبعا كياخذوا الثاني هدية ماش بغاو، بغات أرقام مع العود، بغات أرقام مع الورد اللي عجبها. وهنايا كاين الصابون بالانواع ديالو بربعه، كاين السداب وكاين الزعفران وكاين الماعز بالناقه وكاين النيله الصحراويه. بالنسبه للصابون كامل ب 30 درهم والثاني هديه. عندنا هنايا كاين اونتي فيرجيتور، هذا مضاد لدوك الخطوط الحمراء اللي كيكونوا يا في الكرشيه في الجناب يا من بعد الغلظ والضعف ولا الحماله، كيبقى ب 80 درهم والثاني هديه. تكلم لي الدرهم البخرة حتى هي هادي زوينة، كتبقى ب 50 درهم. كاين الشكيلات، كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل وهنايا كاين الفاخر ديال شجرة الكوك، هذا زوين لسنان البنات، هذا البودر ديال الفاخر ديال شجرة الكوك، هذا ب 30 درهم جوج ب 50، جوج ب 50. وكاين هادي زبدة الجزر، زبدة الجزر فيها زبدة الكاريتي، فيها الكاكاو، فيها الزبدة ديال الجزر، فيها الزيت ديال الجنجلان، وزبدة الكوك. هذا مزيان بزاف في التمددات ما بعد الحمل، ومزيان حتى إلا كانت لاكزيما ولا الحكة في الجلد، يعني حتى الوليدات الصغار اللي كتكون فيهم ديك الحكة مزيانة والكزيما يصلح ليهم. وكاين هذا زبدة عتبات الشمس، حتى هو كيفتح اللون ديال البشرة، ومزيان بزاف للبشرة اللي كتكون تهيجة ولا حمرا من بعد تعرض للشمس. فيها الزيت ديال نوار الشمس، وزبدة الكاريتي، الاكيكو، الجنجلان، وزيت اللوز الحار. تمام. هادو بالنسبة للأثمنة ديالهم بحال بحال، زبدة ديال الجزر وزبدة ديال نوار الشمس بجوجهم ب 60 درهم، الثاني هدية. بغيتي وحدة من هنا والثانية هنا ماشي مشكل. الله يسخر. عندنا زبدة الجمال، جمال. الجمال هي الزبدة ديال الكوك. فيها زبدة الكوك وميلونج مع ميلونجي مع البور دو كاريتي. هادي مرطب طبيعي، ممكن ديري الجسم ديالك كامل، حتى المناطق الحساسه ممكن ديري فيها ماشي مشكل. تقدري ديري تحت العينين، تقدري ديري في الشفايف ديالك، هو كيقوي الطبقه الواقيه للجلد،
كاين واحد الطبقه كتكون واقيه للجلد ديالو باش كتقول لك هذا البشره ديالو قاصحه، هذا البشره ديالو خفيفه، هذا كيقوي هذيك الطبقه والريحه ديالو رائعه. كاين هذا الزبده ديال تيبان حتى هي غنيه التاريخ، فيها واحد الريحه زوينه كتصلح للبشره اللي كتكون باهته وكتسد المسام. هذه زوينه هذه ومزيانه بزاف كتحيد خلايا الجلد. وتا الشعر البنات فنانين، عرفتوا الشعر قبل الحمام ديروا دهنوا شعركم، انا هذا راه كنقولها في كل فيديو، بنتي اللي اكتشفاتو كدهنوا قبل ما تمشي للحمام، عرفتي ملي كتجي من الحمام كتغسلوا لكن ضروري مع الشامبوان ومع ريحتها فنه. لا هذه زوينه، هذه هذه خطيره بالنسبه، هذه تكون عندك في الدار ديني بها حتى قديماتك. دابا كيكون السرجيلاتني يكونوا ديما محكوكين وهكا رطبين، حتى القديمات راه زوين. غادي نردوا ليها البرومو اللي كانت عجبات الناس بزاف وكنطلبونا باش نعاودوها ليهم. هذا كيبقى ب 50 درهم والثاني هديه، والمونغ 80 درهم الثاني هديه. بغيتي تاخذي وحده مونغ وحده كوك ماشي مشكل، كتاخذي هذه ب 80 كتاخذي كوك الثاني هديه. تبارك الله، دابا 80 والثاني هديه. الثاني هديه وبالنسبه للجديد كاين عندنا هذا الغسول، الغسول المسقي هذا يلا الشعر. هذا بالنسبه للجديد كاين هذا الغسول، زوينه حيت هذا غسول الشعر، غسول ديال الشعر فيه النفقه. هذاك الغسول اللي كنعرفو داك الحجره، الغسول ديال الحجره حنا صيبناه وديناه هكذا غربلناه وصيبناه وزدنا معاه النفقه. انت كديري الغسول شعرك ديما طبيعي وفي نفس الوقت كتغطي الشعر ديالك في مجموعه من الاعشاب. هذا باقي ما درناش ليه التيكيت، حتى هو ب 30 درهم. وكاين عندنا زبدة الكاريتي هي هادي، الثمن ديالها الثمن ديالها كيبقى 30 درهم، والثانية هادية مزيانة بزاف للبشرة اللي كتكون جافة، كدار الكوع والركبة الثانيين إذا كان مشكل ديال الشوفية في الكوع والركبة، مزيانة لتشقق القدمين وكتصلح حتى لتشقق ديال الشفاه إذا كان ناشف بزاف، يعني فيها واحد النسبه ديال المرطبات فيها بحال هكا. بحال دابا كاين اللي كيخلطهم كاملين، كاين اللي كيدير الكوك وكيدير المانغ وكيدير الشيا، كيصيب واحد الصوا طبيعي كيديروا الشعر ونحموا وفمو وجليه كلشي. نرجيو للزيوت وغنبداو بزيت الورد، هي الاولى هي هذه. هذه زيت الورد معروفه كتفتح البشره كتحيد دوك الخطوط البيضاء اللي كيكونوا في الجسم من بين الزيوت اللي كنخلطوهم في الوصفات ديال لونتي فيرجيتور ولونتي سيلينيت، ومعروفه كدار من بعد الحمام وهذا اللوجه كتسد دوك المسام اللي كيكونوا تحللك مع لافابور ومع السخونيه. 30 درهم، جوج ب 50 درهم. جوج ب 50 درهم. كاينه زيت النمل، هذه زيت النمل كدار من بعد لاسير حتى كتبرد البشره بواحد 4 تسويع ولا 5 تسويع تحسي بها بردات، وكديريها مورا لاسير كتنقص ما كتخليش الشعر يقاس زيت بيض النمل. بيض النمل يخلص من المسام الواسعه، مزيان الترهلات التهابات المنطقه الحساسه والحكه والحميره اللي كتجي من مورا لاسير، وهذا كيحيد الخلايا الجلد الميته. والتجربه خير وبرهان البنات، ديروهم من مورا لاسير وشوفوا على شحال غادي تنوض لكم، على شحال غادي ينوض لكم الزب. كينوض رقيق وكينوض على مود، ولكن اللي تابعوا اللي تبعوه كيولي ما كيبقاش ينوض على المود، الا كان رقيق ما كيبقاش، كان غلاط كيولي رقيق. هذا ب 60 درهم والثانيه هديه. هادي الزيت، هادي الزيت الروزماري فيها بزاف ديال الاعشاب بالزيوت ديالهم، زيت اليازير واليازير، زيت الحبه السوداء والحبه السوداء، هانتي كتشوفي زيوت والاعشاب ديالهم، زيوت والاعشاب ديالهم. وملي كتسالي الزيت تقدري تعاودي تزيدي فيها غير زيت العود ولا زيت جنجلان، اي زيت عندك في الدار. زيت العود تكون بلا ملحه طبعا، تكون البكر، هذا كيوقف التساقط ديال الشعر. وكنصح به بزاف للرجال اللي كيكون عندهم الصلاح في زيت، زيت الحشيش. هذا كيبقى ب 100 درهم والثاني هديه. هنا كاين عندنا الزيت ديال اليازير اكليل الجبل، وهذا زيت الخروع. زيت الخروع راه معروف كيغلط الزغبه وكينبت الشعر، اليازير حتى هو راه مزيان الشعر اللي كيكون دهني كيوازي الافرازات الدهنيه، حتى هذا كيبقى ب 30 درهم، خديتي جوج كيبقاو ب 50 درهم. وهذا السيروم ديال عرق السوس، من بين الفوائد ديال عرق السوس انه للبشره، للبشره كينقص الميلانين ولا كيزيد الميلانين. كيفاش كينقص وكيزيد؟ الا كان نقص فيه كيزيدو، الا كان زايد كينقصو. كينقصو يعني كنقولو كيدير واحد التوازن الميلانين في الجسم. الميلانين من بيناتهم دوك النقيطات اللي كيبداو في اليد معهم بحال النمش، بحال كيبانو بحال الخلات، هذاك هو الميلانين. هذا نشوف الثمن ديالو،
كيبقى الثمن ديالو 80 درهم. كيبقى الثمن ديالو 80 درهم. هذا العقل الفاسي اللي ديال الورده ديال بلعمان، راه بحال قشور الحوت زوين هذا، راه خداو عليه الناس بزاف. ما تكثروش منو، راه ما شاء الله. حتى المره شنو درت ملي خديت الكريم هذا تاع الرجلين ودرت فيه الكميه وسحيت وعاود زدت الكميه اخرى، ناري كيولا ما يمكنش بلا ما نزيدش. ماشي ورديين كيولا، لا لا خصني عاوتاني نقصو ونخلط مع الكريم باش يكون داك اللون متوازن، ما يمكنش داك الحموريه. هذا كيبقى 30 درهم، الا خديتي جوج كيبقاو 50 درهم. جوج ب 50 درهم. وهنايا بعد طول الانتظار النيله الصحراويه، هذا جبنا لكم الحاف ديال النيله الصحراويه، اخيرا جات النيله الصحراويه توب الانتظار، حيت جبنا الثوب وعاد تقطع عاد تقاد عاد. ها هو الثوب ديال النيله الصحراويه اخيرا جا لتبييض العريسات ديالنا ان شاء الله دابا الصيف. كتحطيه كتغسلي البشره ديالك على بشره نظيفه، كتحطيه فوق من البشره ديالك وكترشي عليه الماء ورد، كتخليه مده ديال 3 ساعات المكانه، كتحيديه كتعاودي ترديه لهذا ديالو هنايا، وكتحطيه في الفريكو. ممكن تستعمليه 10 د المرات، ممكن تستعمليه 10 د الاستعمالات، هذا تستعمليه 10 د المرات. النيله الصحراويه، النيله الحاف ديال النيله الصحراويه، الحاف ديال النيله الصحراويه. كاين عندنا حتى البيجامه ديالو، شوفي لي شي ماء البيجامه ديالو راه هي هنايا. بالنسبه للعريسات هذا كيدير 50 درهم، ها هو، وكنعطيوك معاه النيله بودر هديه، هي هادي هاد النيله بودر، حتى هي نفس الفوائد ديال الاخر ديال هاد الحف، غير هو كتاخدي راس المعلقه مع شويه ديال دانونسوس وكديري الماسك لوجهك، كيخلي لك البشره ديالك رطيبه، وداك الزروقيه كتحيد، لان النيله الصحراويه الفري اللي معروفه فري كتحيد، يعني كتغسلي كتحيد ماشي كتبقى صابره. هي هذه هي البيجامه ديال النيله الصحراويه، اخيرا جات البيجامه ديال النيله الصحراويه لتبييض الجسم كامل. ها هي لالا باش تلبسي الثوب ديال النيله الصحراويه للعريسات، هذا كتلبسيه نيشان على اللحم ديالك. هذا راه بغيت نبياض، راه كتكون في واحد ديال تشوطو بغيت نبياض. وهذا السروال ديالها، شتي يدي كيولاو بالشمس ما يمكنش. ها هو السروال ديالها اوفر سايز، يجي كبير. وهذه البيجام كتلبس على اللحم نيشان، كتبقاي لابسه على اللحم واحد 3 ايام 4 ايام، كتحيدي كيبقى داك اللون الزرق، كديري شويه ديال التبريمه ديال البودر كونسيتي مع شويه ديال الصابون البلدي، وكتحكي وردي عليا الخبر الجسم ديالك كي غادي يولي. شحال كتمشي البيجامه؟ البيجامه كتبقى 500 درهم. البيجامه ديال النيله الصحراويه تبييض، وهذا والماسك كيبقى ب 50 درهم، كتاخدي خدينا البودر تلقات لي كلشي فيه. شوف يسعد. بالنسبه للنيله الصحراويه راه مزيانه لحب الشباب، مزيانه لتبييض المناطق الحساسه، مزيانه بزاف البشره اللي كتكون دهنيه، راه كتخل كيديروها حتى السنان، كاين اللي كيحكوا بها سنانهم زعما. كتبيض السنان، كتبيض السنان، كتفتح وكتبيض البشره وكتخلص من الاثار ديال الشمس. دابا هاد اللون هذا اللي طلق لي انا في يدي، دابا انا طليتها ليدي باش نشوفه. خدينا وحده من هنا وطليتها ليدي باش نشوف هاد الشواط هذا فين غتوصل حريرته. لا دابا هاد اللون انا نشرح لك، هاد اللون بحال قلتي كيلصق على البقع، كيلصق على الشمس، وعلى ملي كيحيد هاد اللون كيطير معاه الجلده الميته. ضروري كتلقاي يدك بيضت موراه، ضروري ما يمكنش، مستحيل ان شاء الله. وكاين هنايا الزيت ديال الاركان، هذا ديال التجميل راه كان عليه الطلب بزاف، حيت فيه جوج ديال العبارة. عندنا زيت أركان للتجميل اللي عليها الطلب بزاف، هادي ديال التجميل، هادي ديال التجميل، كتبقى بمية درهم، وكتاخدي التانية هادية، كتبقى بحال داك العبار كامل بخمسين درهم جوج. الوحدة هي كيبقى هاد العبار هذا، كتاخديها بمية درهم وكتاخدي التانية كادو هادية. كاين عندنا هنا زيت السيروم ديال لبان الذكر كيبقى ب 80 درهم والثانية هدية، زيت الحلبة 30 درهم الثانية هدية، زيت اللوز الحلو 30 ثانية هدية، الكركم كذلك ومثال، النبل راه قلنا قبيله ب 60 ثانية هدية، كاين زيت الثوم 30 والثانية هدية، سالف عدلة 60 والثانية هدية، وكاين هنا زيت الحاشي 60 والثانية هدية، الميلانين كذلك ومثال 60 والثانية هدية، وكاين هنايا زيت الخزامة ب 30 والثانية هدية. هاد زيت الخزامة اللي عنده الوليدات في المدرسة غير ياخذوا على حساب القمل، كاين هاد القمل راه هاي هاد الأيام، كاين هاد كاين الخزامة بوحدها، وكاين هنايا الخزامة مخلطينها بزيوت أخرين. هادي كاع ديال القبل نيشان، هادي
يعني اللي هذا غير حتى زيت الخزامه كتجري عليهم، هذه غزاله واخا ما يكونش في وليداتك القمل ولاد ولا بنات، غير دهني ليهم شعرهم ولا وراء ودنيهم باش ما يجيبش لك القمل، لان القمل دابا شحال من ام قالتها لي كاين موجود. قالت لي حتى كتبان لي بنتي كتاكل في راسها كنطلق لقى راسها كينغل. ردوا البال. هذا الخبز زوينه نورمالمون راه كان ب 80 درهم، دابا راه كيبقى لكم ب 70 درهم وكتاخذي مع هذا المشيطه هديه. الله يسخر مزيان. شوفوا البلاكار الاخر لهذه الجهه الاخرى، الخطا في السيت ديال الخزامه. بالنسبه للزيت ديال الخزامه 30 درهم، جوج ب 50 درهم. ماشي 30 وحده هذه. لا. 30 درهم وجوج ب 50 درهم. نشوفوا ان شاء الله. كاين الكيس الغني عن التعريف، راه ولاو الناس بليين به. بليين به. اكيد. حاجه ملي كتكون مزيانه راه كتبقى ترجع ليها الناس. فيه الالوان ديالو جود واحد شوفوه، هو راه شويه حس شويه اون فوا كديريه في الماء كيولي رطب. ميديكال بالنسبه للبشره اللي كتكون حساسه بزاف ما كتقدرش على كثره الحكام، كيخرج الوسخ والطيطب. كيبقى ب 30 جوج ب 50. وكاين عندنا هنايا هذا الزيت ديال البرونزاج. بالنسبه للناس دابا البحر ان شاء الله يبغوا البحر، وهذا راه كيخلي واحد اللون زوين، كيخلي بحال اللي في لي بايت في داتك. فيه لي بايت. هذا فيه لي بايت وهذا ما فيهش. الرجال الرجال والعيالات كيبقى ب 80 درهم. وكاين هذا سرغينه، كاين العود وكاين ديال الاميرات العرب مخلطه ب فيها كلشي، فيها الجاوي فيها العود فيها البسوس مخلطين فيها بزاف، وعاد الزيوت الاساسيه كيبقى 30 درهم جوج ب 50. ايوا وهذه يا لالا مكيحله ديال العرعار، هذه بين اللون ديالها فيها ريحه العرعار بالمريود ديالها، كتبقى 30 درهم. هذه كتبقى ب 10 دراهم الصغيره، هذه بعود الليمون وهذه بالعرعار. وهذا الكحل اللي مدقوق 5 د المرات ومغربل 5 د المرات، وفي العظم ديال الزيتون عظم ديال التمر وزعفران، العينين اللي كيكونوا جدا حساسين ومرادين اكثر ما يكون انه تجميل. هذا ب 30 درهم كيبقى ايزولا ديال كثافات الحجبان الشفران، كيبقى ب 50 درهم. الثاني هديه. وكاين هذا البيوتانت، كاين هذا اللون ديال المسواك، كاين هذا الاحمر، وكاين الغوص، كيبقاو 30 درهم جوج ب 50 درهم. كاين هذا الكوماج ديال العود والمسك، هذه الكميه هي اللي بقات ما بقاش الالوان الاخرين هذا الثبات ما بقاش ان شاء الله. يلا غيتبريباري دابا واحد ان شاء الله. هذا في الثبات ما كيبقاش، هذا خاص الاحمر ديالو هذا ما كيبقاش ما شاء الله. هذه الكميه هي اللي كيبقاش. هذا كيبقى ب 50 درهم، كان ب 80 درهم كيبقى ب 50 درهم. كاين هذا العلك الصحراوي، هذا راه مزيان بزاف الناس لانه الكوليسترول الناس السكر، كيعطي واحد الكشكوشه زوينه في اتاي وعنده فوائد صحيه عديده وكثيره بزاف، كيبقى ب 30 درهم جوج ب 50. المورينغا هذه بودر الناس ديال السكر، راه حتى هي غنيه عن التعريف، كتبقى ب 50 درهم. وكاين عندنا هنايا شي حاجه بقات من البلبوله والحساء الصحي، كيبقى ب 10 دراهم. ثبات ما بقاش كميه. لا ما بقاش ثبات مع الصول الاخر تبارك الله كلشي ما بقاش. هذه كتبقى ب 10 دراهم يعني قل من الثمن ديال الشره ديالها. وكاين هنايا عندنا لي تيزان ديال اوراق الزيتون والستيفيا، كيبقاو ب 30 درهم. وهنايا التيزان المعروفين هذا بالحامض مع عسل الجبير، وكاين هذا، وكاين هذا ديال الخرقوم مع عسل الجبير، وكاين الماتشا مع سكن الجبير، كيبقاو ب 10 دراهم جوج. نمشيو دابا للعسوله. البنات هاد النيله فيها واحد الريحه زوينه. انا طليتها ليديا، المهم راني باغا نبيض البنات، شوفوا يديا مع الشمس دابا هاد البلاصه مع هذا كحلت ليا. شوفوا والله الا فيه ريحه زوينه. يلا نشوفوا البرومو ديال العسوله ان شاء الله. ياه مرحبا. كاين عندنا بالنسبه لمخالط القاطونه دايرين فيها برومو زوينه، كانت نورمالمون ب 130 كتبقى ب 100 درهم. نخالة القاطونة. نخالة القاطونة كتبقى ب 100 درهم. وما أدراك ما فوائد النخالة ديال القاطونة ما شاء الله. القاطونة راه كيديروها الناس اللي عندهم مشكلة ديال القولون العصبي. ومزيانة للضعف اللي بغا يضعف. كاين هذا خل التفاح. حتى هو كيبقى ب 30 درهم جوج ب 50. كيصلح ديريه كمساج ليفاريس، كيصلح إلا عندك مشكلة ديال الحلق، كيصلح للضعف إلا بغيتي ديريه في الماء تبقاي تشربيه في لي صالاد، تعقيم رجليك إلا بغيتي دابا
بزاف ديال الفوائد. قرعه الخل ضروري تكون عندك في الدار. تكون في الدار حتى السخانه زوين. اييه حتى السخانه زوين. كيدار في التقشرات هكذا السخانه زوين. 30 درهم جوج ب 50. وكاين عندنا العسل، كاين العسل ديال الليمون، وكاين العسل ديال لوكاليبتوس. كاين هنايا لتحت، كاينين هنا. شوفوا العسول هنا قراب. فين هو العسول شنو نقولوا؟ كاين هذا العسل ديال الليمون، وهذا العسل ديال الكاليبتوس، راه كياخذوه الناس بزاف ومولفينو، وخلينا لهم نفس البرومو اللي كان درنا شحال هذه ديال 30 درهم هذا ب 40 درهم، يعني بجوجهم كيبقاو ب 70 درهم، حنا اون برومو كنخلي لهم جوج ب 50 درهم. الله يسخر، هذا عسل الليمون والعسل. هذا الكاليبتوس وهذا عسل الليمون. عسل الليمون جوجهم كيبقاو جوجهم ب 50 درهم. 50 درهم. كاين العسل ديال الدغموس حتى هو. هذا العسل ديال الدغموس راه دواء، يعني كيخليك واحد شويه الحراره في الحلق ديالك. كيبقى ب 80 درهم، الا خديتي جوج كيبقاو لك ب 150 درهم. يعني جوج ربعات هذه وهذه كيبقاو لك ب 150 درهم. وكاين عندنا التركيبه السباعيه اللي ديما كنقولوا صيدليه متحركه. صيدليه متحركه، مزيان بزاف للبرد، مزيان الالم ديال الصدر، الالتهابات، مزيان المشاكل ديال العظام بصفه عامه، يعني هشاشه العظام، موك ديال لي فيتامين، ومزيان حتى القولون العصبي. فيها سبعة الانواع ديال العسل اللي هما اليازير، الدغموس، الكاليبتوس، الاعشاب، الزعتر، والزكوم، وفي لاسبيرولين، الغذاء الملكي، البروبوليس، حبوب اللقاح. راه ملي كتحليه كتلقيه بحال هكا من الفوق. شوف كيفاش داير. بعض المرات كيكون خضر، يعني كتكون طالعه على السبيرولين. كيقولك راه خاصر. كتخلطيه مزيان، كتاخدي معلقه في كاس ديال الماء. عرفتي منين حليتيها اروى واحد الريحه طلعت من ديال الاعشاب. ريحه العسل. كاس ديال المدافي في معلقه. كاس ديال المدافي في معلقه كبيره، وكيتخد على الريق وبالليل. اربع ايام كيعطيك النتيجه. الناس ما كانوش كيقدروا يصليو بركابيهم وكيتسمعوا داك طق 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 طق. اربع ايام قالت لك بانت ليها تبارك الله النتيجه. راه كاينين الناس دابا مواظبين عليها ما كيقطعوهاش. كتبقى 300 درهم وردينا لكم برومو ديال جوج ب 50 500 500 جوج ب 50 مشيتي فيها. عندنا تركيبات الاطفال حتى هي. تركيبات الاطفال هذه مزيانه بزاف لتحسين المزاج الاطفال، يعني ديك العصبيه وهذا مزيانه بزاف 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 في التبول لا ارادي. الناس اللي كيعطيو الوليدات ديالهم لاحظوا ان الوليدات ما بقاوش كيتبولوا لهم في الفراش، كتحيد الامساك الا كاين، او لا الاسهال العكس. الا لقات عندك الضغل في الكريشه كديك شويه الاسهال، ولا كان الامساك راه كتقاد لك الكريشه ديالك. هذه ديال الوليدات الصغار، فيها العسوله اللي كيليق للوليدات الصغار، وفيها حبوب اللقاح، واحد النسبه قليله ديال الغذاء الملكي. مزيانه حتى الحساسيه الموسميه اللي كتكون ديال الربيع وديال هذا، وكتنشط الذاكره للوليدات الصغار، وكتزيد في الوزن، يعني كيبان لك الدري كياكل، كتفتح ليه الشهيه وكياكل. هادي كتبقى ب نورمالمون هي الثمن الاصلي ديالها 150 درهم، دابا كتبقى ب 100 درهم، ولا خديتي جوج كيبقى لك 150 درهم. تبارك الله، جوج 150 من الاحسن تاخدي جوج. وحده غتاخدي جوج باش يلاه تعطيك واحد هي وحده كتبدا تبين. ولكن جوج مزيانين باش ما تعكزيش. اييه. وكاين زيت ارغان. هذا زيت الارغان ديال الماكله، جبناه حيت الصراحه الناس بزاف كيطلبوا عليه. زيت ارغان غالي بزاف. غالي بزاف، دابا راه واصل 550 درهم اللتر، كاين اللي كيبيعو حتى ب 600 درهم. حنا جبناه وحنا خصك غير تلقيه حر 100%. لا حنا كنعرفو الحر. لا زعما قلت لك راه تشري بداك الثمن وخصك غير تلقيه مزيان. هذه كتبقى ب 70 درهم. هاد القريعه هادي. هاد القريعه هادي ب 70 درهم، بغيتي جوج كيبقاو لك ب 150 درهم بحال هكا. جبيجات ب 150 درهم. هادي ديال الاكل واللي ديال التجميل راه وريناكم وحده. الناس عشاق ارغان وفوائد ارغان، تبغي هكذا يدوقيه ايش شويه هكذا في الصباح حتى كيديروا حتى في الشلاضه كيجي زوين. كيجي في الشلاضه كيجي زوين بالشلاضات. بس انت غادي تحت الثمن ديالو شويه. ونتمنوا من الله، نتمنوا من الله. دابا حتى زيت الزيتون تبارك الله راه في طالعه وارغان سابقاها سابقاها. كاين هذا العسل ديال الاعشاب كيبقى ب 50 درهم. 50 درهم. كاين هذا الغذاء الملكي والجنسي كيبقى حتى هما ب 50 درهم. عندنا هذا عرق السوس كيبقى ب 10 دراهم للتجميل، هذا ديال التجميل. كل حتى يتكال حيت عرق السوس مطحون. وكاين عندنا هنا راحه كتبقى 60 درهم. هذه راحه اللي حقيقه راحه للامعاء، الامعاء ديالك كيحسوا بالراحه ملي كتاخذيها. الناس اللي عندهم القبض داك لي غاز الكاش ديالو منفوخه كيجلس كيتقطع فيه النفس بسبب الكاش ديالو، كياخذوا خصو غير ياخذوا يكون في الدار ديالو، لانه غيخصو لي تواليت. كياخذ معلقه يا اما يصف موراها الماء يا اما يخلطها في الماء ويشربها. المهم معلقه يشربها باي طريقه. اي طريقه.
كتفوتي واحد ساعه المكانه حتى ساعتين المكانه كيحس بواحد الوجيعات خفيف في الكرش ديال الوصال ديالو كيبداو يتقلبوا كيبداو يتحركوا وكتخوى الكرش ديالو مزيان لدرجه انه كيلاحظ ان الكرش ديالو كتنقص حتى في الشوفه. هذه كتبقى ب 60 درهم. وكاين عندنا هذا الشيا حبوب الشيا هادو حتى هما كينقصوا في الوزن كيديرهم الناس في الحسوه كيديرهم حبوب الشيا معروف الفوائد ديالها فيهم الاوميغا 3 زوينين زوينين بزاف حتى هما كيبقاو ب 30 درهم الا خديتي جوج كيبقاو ب 50 درهم. ونمشيو دابا لاملو ان شاء الله برومو ديال املو البنات ديال 50 درهم بجوج يعني 30 درهم جوج ب 50. البنات هذا املو ديال الكاوكاو البلدي زيت العود وعسل ديال الليمون اللي دائما كتاخذوا وعليه الاقبال وكيعجبكم كاين هذا ب 30 درهم نورمالمون دابا دايرين 30 درهم بلاصه 40 درهم ملي كتاخذي جوج كتاخذيهم ب 50 درهم. وبالنسبه للاملو ديال بودور ما نحتاجش نشكره لان كلشي ذاقوا وكلشي جربوا ودابا ملي نرجع البرومو ديال جوج ب 50 انا عارفه عاوتاني الصف غيكون عليه. مرحبا عرفتوا شنو كياخذوا الناس جوج ثلاثه اربعه لانه فعلا الناس اللي جوج كيلو ثلاثه كيلو هاك اه البنات والله حتى انا من الناس اللي مدمنين عليه. قسم بالله البنت اللي هنا في جوهره شيماء كتخلع كتقول لها ما بقاش عندي املو الناس جاو عندكم الاملو اه كاين الناس اللي كتجي كتقدا غير املو كتاخذ بجوج بثلاثه كيلو والناس اللي مجربينه الناس اللي ضايقينه راه ما بيناش لكم كونتيتي كبيره حيت راه كيتعصب كيتعصب يلا من جد غادي نمشي نجيبو دابا ان شاء الله سبات راه فيها وهنا يلا غيحطوا ان شاء الله يلا غادي نجيبو يعني عندك جوج البنات جوج وحده ب 40 يعني جوج ب 80 دابا كيبقاو لك جوج ب 50 جوج ب 50 درهم ديال العسل ديال الكاوكاو البلدي بالزيت العود وعسل ديال الليمون حر وكاين حتى ديال اللوز دابا حتى اللوز كاين كاين ديال اللوز كاين ديال اللوز اللوز ها هو اللوز كاين عندنا اللوز بزريعه الكتان جنجلان وإيلان حتى هذا زوين هذا حتى هو زوين 80 درهم كيدير هذا هو زوين هذا ديال الجنجلان وديال انتم تبارك الله الختوريه ديالو شوفوا راه بغيت غير نخلط الزيت مع طلعه الفوق شوف هذا حتى هو فيه واحد البنه زوين هذيك البنه ديال ديال عندك الوالد ولا عندك الوالده كبار فلاج ما كيبغوش ياكلوا لك الا ما كيبغوش ياخذوا لك الدواء راه حنا عارفين الناس الكبار ما كيبغوش يستهلكوا الدواء بزاف كيكون عندهم المعده والمصران ديالهم دارينهم هذا كدير ليه شويه في الفطور كتقول ليه املو هو راه فيه جنجلان فيه الا فيه زريعه الكتان وعاد اخر مره انا خديت من هذا زوين فيه ريحه اللوز حيت اللوز وحتى ديك المذاق ديال الزنجلان بحال فيه بحال ريحه سلو ايوا شي البنات سلو بحال هكاك غير هذا السلو كتاكلي ما فيهش زيت العود فيه الزيت ديال الارقاع شحال تيبقى؟ كيبقى ب 80 درهم الا بغيتي جوج كيبقاو لك ب 150 درهم 80 درهم جوج 150 بغيتي واحد هكا وواحد كاوكاو كيبقاو لك ب 100 درهم واحد لوز وواحد كاوكاو كيبقاو لك ب 100 درهم بغيتي جوج لوز ب 150 درهم بغيتي جوج كاوكاو ب 50 درهم صافي دابا انا ديري ليا هذه راهي هذاك الكاوكاو عجبتك هاد البرومو ديال كاوكاو مع اللوز كنت كناخذ جوج كاوكاو دابا ناخذ هذا وهذا حيت هذا زوين عرفتي اش كديري لنا كديري لنا البليه كتبلي لنا بشي حاجه تاكلي شي حاجه صحيه ما نديروش لاباس معاها سيري جات الله يسخر هادو البنات زويونين لا هذا لا هذا المهم انا ما نحتاجش نشكر ديال كاوكاو جربوا حتى هذا حتى هو راه زوين مورينغا لاسبيرولين اللي ما خداش التركيبه السبعيه فيها لاسبيرولين ياخذ لاسبيرولين نيشان اش نقول لك لاسبيرولين راه لاسبيرولين دابا ولات من الدواء اللي ولا من الحاجه اللي ولات بحال الخبز بالنسبه لنسات المغرب هذا كتنسيك الشعور بالتعب العيا بحال خاصك تاكلي الخبز ومزيانه كتحيد السموم من الجسم كتنشط الدوره الدمويه مزيانه بزاف الجهاز الهضمي طاقه بزاف ديال الفوائد بزاف 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 ديال الفوائد هي هذه جيلول جيلول فيه 40 جيلول كتاخذي جوج في النهار يعني كيديك 20 يوم كيبقى غير ب 50 درهم هذه كانت ب 80 درهم دابا كتبقى غير ب 50 درهم 50 درهم ل 20 يوم تاخذي الناس اللي ما كيبغيوش لي جيلين تقدري تخويها في دانون تقدري تخويها في كاس ديال الماء وتشربيها تيدوب غير هي فيها بزاف ديال الريحه ديال ما تقدريش ما تقدريش ريحه ديال الحطالب الطحالب لا مجهده ما تقدريش 50 درهم ما تقدريش ما تقدريش تشربيها بودر بلا دوك داكشي فاش دايرينها تبارك الله عليك اروى ديال تخوادي حتى هو اليوم درنا لكم فيه برومو 250 درهم باش كتاخذي هذا 250 درهم باش كتاخذي هذا اليوم غتاخذي الاول غتخلصي هذا وغتاخذي الثاني هديه كاين هذا اللي كيدار من بعد 15 يوم شمي الريحه ديال الججلال والحلبه واو مجهده مع الشمع ديال النحل
وهذا كيديريه من بعد 15 يوم هو اللي كيغونفلي، هذا غير كيبريباري لك البلاصه باش ماشي ملي تزاد البلاصه يولي فيها تشققات ودوك الخطوطه وهذا، هذا كيرطب لك البشره باش ملي كتيرى كيلقى هذا فين يخدم. وهذا ديال الوجه ما قلتيش ليا الثمن ديال هذا، حتى هو ب 250 درهم ثاني هديه، يعني كتاخذي هذا كتاخذي جوج من هذا ب 250 درهم وكتاخذي هذا ب 250 درهم والثاني هديه والثاني هديه. الله يسخر سيري. عندنا هنايا ماء الورد المقطر، الماء ديال الورد المقطر اللي كديري في قلب العينين. شوفوا باقي ديال البنات فيها، سمحي لي اروى تتسالي تتسالي باقي يدي فيها لا كي يدخلوا لهاد اللقطه هذه يقول لطيفه ما عرفتش مالي يديها البنات زرقاء وكلا لا 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 دابا غير كتبريباري باش تبيض، اختي باغي نبيض اختي باغي الشمس تتصور لي يدي مزيان. كاين هذا الماء ورد المقطر على اليد طبيعي كيدار في قلب العين، الا كانت العين حمراء كيدار مع لي ماسك كتخلطي به لي ماسك ديالك، بحال دابا هاد البلاره هادي كتخلطي بها كديري معها شويه ديال دانو مسوس وكتخلطيها بالماء ورد. وحتى ممكن تشربي الا كان مشكل ديال القبض كيبقى ب 10 درهم كترشيتها في عينك الماء ورد 10 درهم يلا ماء الورد ب 10 درهم. هذا تايو تايو غني عن التعريف اللي فيه الخزامه لوكاليبتوس فيه الزعتر سكنجبير اليازير والحبه السوداء وفيه الخرقوم وفيه الذروه ديال الجمل. هذا الالم بصفه عامه اي بلاصه كضرك كدهنيه غير شويه ما كديريش ماساج زعما ما كتبقاش كتدهني الطبقه الاولى وكتخليها وكتلاحظي الفرق في الالم ما كيبقاش. هذا هديه زوينه للوالدين الا كانت هكذا الام ديالك ولا الاب ديالك كيضروا لك بها ولا الظهر ولا الكتاف اي بلاصه كضرك كدهنيه بها. كيبقى ب 150 درهم والثاني هديه، يعني كتاخذي جوج ب 150 درهم جوج، وحده كنا كناخذوها ب 150 درهم. وعندنا هنايا المسك ديال الطهاره الابيض، هذا مسك الطهاره الابيض اللي ريحته زوينه ريحته رائعه وحتى لا تيكستور ديالو مع فيه الجليسيرين ملي كتحطيه سخيخن سخون سخيخن ديك السخونيه بحال قلتي كتحل المسام وكيدخل لك البشره لداخل كطب لك البشره ديالك من الداخل ماشي من غير من على برا. هذا ممكن ديريه كيعطر المناطق الانثويه ومزيان حتى المناطق الحساسه ما عندكش مناش تخافي. كيبقى ب 100 درهم وكتاخذي الثاني هديه، ثاني هديه ممكن تاخذي الثاني هديه من هذا ديال اميره العرب. اميره العرب رائع هذا أميرة العرب زوينة ريحة الريحة ديال أميرة العرب ريحة أميرة العرب بصح فهمتي يدي سخنات لا لا زوين هذاك ديال أميرة العرب هذا فيه الريحة ديال النقا هذا فيه الريحة ديال النقا وهذا الشيء هذا نقدروا نديروه المناطق الحساسة كمبيض راكي عارفة مع لاسيغ وداك الشيء اللي كيكون عنده ديك المنطقة شوية داكينة. وهذا ممكن ديريه من مورا الحمام ديري في ليزيسيل ديالك ولا هنايا في الطويات ديال اليد الطويات الركب اي بلاصه كتطوى ممكن ديريه فيها كتبقى الريحه ديال الجسم ديالك انت فيها ريحه المقاوة وتمسحي حتى في الملابس الداخليه كتبقى ديما ريحه الملابس الداخليه ديالك فيهم ريحه. نورمالمون هذا كيدير 120 درهم وهذا كيدير 100 درهم، دابا كتاخذي هذا ب 100 درهم كنعطيوك ديال 120 درهم هديه عند بودو كوزميتيك. هذا زوين هذا فنان البنات جوج وتفاردوا فيه ما تضيعوش هذا البرومو هذا. وكاين عندنا زيت النعام هو الجديد هو الحب ديال النيله الصحراوي حنا ضروري حنا خصنا نوجدوا الجديد الجديد. هذا زيت النعام زيت النعام شنو الفوائد ديالو؟ زيت النعام رائع لتساقط الشعر زوين بزاف لترهلات البشره مزيان الالم المفاصل والالتهابات يعني كل حاجه ولاش كيصلح على حسب انت لاش بغيتي تستعمليه. هو راه داير بحال الشحمه ناخذ وحده نحلوها دير بحال الشحمه غير كديريه شويه في شي حاجه سخونه باماري كيدوب بحال الكوك كيطلق بحال داك زيت الكوكو اييه مزيان حتى لاكزيما كاين اللي كيديروا لاكزيما حتى لاكزيما مزيان مزيان لاكزيما الثمن ديالو 40 درهم 40 درهم. وكاين هذا كولوغاسيون ناتوريل صباغة طبيعية عبارة عن أعشاب لتقوية وزيادة اللمعان والتطول ديال الشعر كتلاحظي الفرق كتبقى ب 30 درهم جوج ب 50 درهم. ها هي البنات رجعت لكم برومو ديال جوج ب 50 حيت كان ب 40 درهم هذا هو الثمن ديالو الأصلي دابا الثمن ديالو 30 نقصنا 10 دراهم وعاود عاوتاني نقصنا 10 دراهم أخرى إلا خديتي جوج. استغلوا الفرصة الناس اللي كيصبغوا ياخذوا جوج ولا ثلاثة هكذا يبقاو عندهم صباغة طبيعية إيوا وهذا جيل نيتوايو هذا فيه شي حاجه اليوم هذا خصني نسميه لطيف هذا سميه العثمانيات هذا سميه لطيف العثمانيات هذا بدا مع بودور وغادي مع بودور مزيان ما شاء الله هذا غيبقى ان شاء الله ديما غيبقى ديما معنا ان شاء الله لانه ما عمرو شمنا مع شي واحد الحمد لله الحمد لله. هذا فيه داك لاباف ديال السكاكو داك الهلام ديال الحلزون غادي تلاحظوا البشره الحساسه غادي تلاحظوا داك الهلام ديال الحلزون وخاتر
وفيه الجليسيرين، فيه الكالونديلا، وفيه الزعفران، وزيدين فيه الفيتامين او الفيتامين سي. هادو البنات البشره الحساسه، البشره اللي كتكون ناشفه، عشان البشره ملي كتوضاي ملي كتنشفي وجهك، البشره اللي ما كتعرفيهاش هي مزيانه، هي شويه كتبقاي تحكي فيها وكتجيك ناشفه، هذا هو الدواء ديالك. انا كنقولها كل فيديو، انا كنت من الناس اللي ما كنغسلش وجهي باي حاجه فيها الرغوه، لان وجهي كان كيزيد ينشف، كنبقى نحك فيه، عندي واحد البشره ماشي حساسه، جد حساسه. عرفتوا البنات هذا هو الدواء ديال البشره ديالي. انا ما كيخطانيش واحد القضيه غنقولها لك اروى، ومهم انا قلت كنحس بالبشره ديالي بحال الترمامات، راه كيرمم على دابا بحال الترمامات البشره ديالي. شوفي هاد لاباف ديال ليسكاكو شنو كيدير دابا، البوشه ملي كتهرس ليها القوقعه ديالها كتعاود تجمعها، هذاك لاباف كيرممها كيعاود يجمعها، راه كينشط الدوره الدمويه، حمايه خلايا البشره، تفتح التصبغ، تهدئه البشره، وترطب البشره، وترميم البشره، ترميم البشره. كتلاحظي انك ترجع لسابق العهد ديالها. انا بشرتي من النوع اللي ما نديرش كوماجات، ما نديرش مثلا هنا الخيط ولا هذاك سميتو لاصير، هذا سيبتو على قبلي الله يحفظك باش ما نكذبش عليك، ما خليت باش غسلت انا وجهي. اي كنشري لي برودوي ب 300 درهم شي حاجه ناخذهم غاليين، ما كاينش الرغوه، ملي كتغسلي وجهك بلا رغوه بحال ما كتغسلي وجهك ديما موسخ. المشكله انهم كيديروك تحسسات، ها عينك ضارينك، ها البشره ديالك كتحمر من مرة، حيدي لوحي، جيب واحد اخر حيدي لوحي، كتولي بحال داك فئران تجارب. هذا كنهضر عليه كل فيديو، الحمد لله صيبت ليك خو على قبل البشره ديالي، صيبت جا نيطوايو، وفي نفس الوقت شاركته مع خواتاتي حتى هما اللي عندهم هذا المشكل هذا، راه كيستافدوا منه. وليت الحاجه ملي كنلقى راسي انا كنعاني من شي حاجه كنصيبها ان شاء الله، ما حيت ما كنلقاهاش في السوق، ما كنلقاش الحل. لا لا ده زوين. اليوم شحال غيبقى؟ غيبقى حبيبه ديالي 200 درهم هي ثاني هديه. مزيان سيري الله يسخر لك، حيت كنا كناخذوا هذا ب 180 وهذاك 150. اييه اللي بغى واحد الصفر وبغى الثاني خضر ماشي مشكل، ياخذ الصفر ب 200 وياخذ الخضر هديه. اوكي نمشيو دابا لهنا، غادي نبدا انا من هذا الصابون، هذا ناري، هذا راه العشق ديالي يا البنات، هذا ولا خطير. نحول خلي حيت شاف نحل، حيت شاف هنا نحل، عرفتوا البنات هذا ما يمكنش، هذا واعر. ايوا هذا الصابون ديال نحل، هذا واعر، هذا الصابون غزال، هذا فيه العسل، هذا من البرودويات جداد عند بودور والكليسيرين. وكانت اروى اللي قالت لي، قلت لها شوفي انا ما عنديش مع الصابون، ما بغاتش صراحه، انا خلينا اختي غير مع الجيل ديالي هذاك، راه قالت لي لطيفه غير ديه على حسابي ما تخوفيش اختي، دير لي غير خاطري. وديته وبقى شحال هو عندي ف وما عرفتش النهار اللي تسالى لي هذاك جيل، وقلت اجي نجرب هذا مادام الاروى راه حتى هو غيكون زعما البشره، راه ما يمكنش فينا مضاربين عليه. يلاه قلت الاروى شوف راسك هذا الحمام جيت بلا صابون، ولا مضاربين عليه حنا كاملين، وليت نخزنا سيف منال من هذا المنبر، ها هما غنصيفط لكم ديالكم، مابقاش تاخذوا ماماكم ديالها. لا البنات هذا واعر، هذا خطير، بعدا الريحه ديالو زوين، وفي برومو زوينه، الريحه ديالو زوينه، ريحته زوينه طبيعيه، ريحته فنه، وكتحسي به رطب على البشره ديالك، الوجه ديالك حتى هو، حيت الكليسيرين حتى هو كيعطيك ذاك الاحساس ديال الفن. هذا 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 غزال، شحال الثمن ديالو؟ 50 درهم باش كنبيعوه ديما، ايوا دابا 50 درهم والثاني هديه، يعني بحال كتجي 25 درهم الواحد. 25 درهم الواحد مزيان. ها انت البنات، انت واختك، انت وصاحبتك كيف العاده، خذي انت وحده ولا خذوه انتم بربعه، وقسموا بابا على ثمانيه، كاين عاود ثاني وحده بلاتي باش درتها غير دابا. انا بغيت في هذا شنو هو اختي؟ تقدري تاخذي هذا ب 50 وتاخذي معاه بلونش ناج ب هديه، بلونش ناج بوحدو هذاك، خلي تنوصل ليه. دابا هذا البنات فارضوا في وحده بربعه بيكم، قسموا بابا على ثمانيه، وجربي وردي عليا. لا شوفي خصهم يذوقوا، خصنا نجربوا ماشي نصيدوا، يجربوا وديك الساعه يرجعوا، ولكن كان ثمانين وضع لي الفلوس وما لقاش اللي داه وقال لك لا ما زوينش يجيبوا لي رد لي الفلوس واخا يكون غاسل به، يلاه كثر من هكا. لا ما كنظنش يردوه لك اروى غزال. والله لفنا البنات هذا، تا هو من تكلاصه من البرودويات الاولين عند اروى اللي كنعشق انا، حيت انا ما يمكنش نجرب هذا الشيء كامل، لا كل وحده والبشره ديالها، كل وحده وشعرها، بحال دابا انا هاد الصباغه ما يمكنش نديرها، لانني ديجا انا صابغه شعري، غنديرها غنخرج على شعري بداك اللون. وعندكم هاد تنوصلوا للنيله حتى هي، عندك هذاك التبريمه، عندك هاد الصابون تضاف ليهم، عندك الشامبوان، عندك داك جيل دوش، ليكخون، عندك شنو الماء الورد ديالها، هذا تا هو غزال، هذه تا هي من الحوايج، يعني برودويات واعرين صراحه. نكملوا دابا نبداو من الفوق، هذه لاباراي اللي كتخدم لينا الشد العضلي، الالم ديال الظهر، الجلين، الكبي، اي بلاصه فيها سته ديال، فيها جوج دريوس، وكل جوج دريوس كيداروا فيهم جوج ديال ريوس اخرين، في سته يعني، كتبقى ب 300 درهم. وكاين عندنا هنا باك ديال بودور، فيه الكريم ديال الليل،
بعرق الصوص والارقان والشنجلان لوبان الذكر اللي مضاد خطير جدا للبقع الجلديه وتصبغات توحيد اللون، كيبريباري لك البشره ديالك مزيان بالليل. وكاين هذاك ديال بلونش نيج كريم ديال النهار، غادير فيهم بخومو بجوج، هذا ديال النهار كديريه تحت من ليكرون، وهذاك البيض ديال الليل. نورمالمون هذاك 150 درهم وهذا 150 درهم، يعني بجوجهم كيبقاو ب 300 درهم، دابا كيبقاو بجوج ب 200 درهم. بحال 100 100 درهم هذاك و 100 درهم هذا بجوج، هذاك ديال الليل كتاخذي ديال الليل وكتاخذي ديال النهار ب 100 درهم. وحتى بالنسبه للناس اللي كيستعملوا ديال الليل وديال النهار مع ليكرون، حتى ليكرون دايرين فيها بروموسيون كتبقى غير ب 180 درهم. ليكرون ليكرون كتبقى ليكرون من 250 من 250 ودابا الصيف 180 درهم. ليكرون بالكولاجين بالفيتامين سي بوغ لا بو سونسيبل كتحيد حتى هي وجهات الحموريه، الناس اللي عندهم مشكل ديال لا غوزاسي والبشره ديالهم مشكل ديال الحموريه ديال البشره بصفه عامه، الحساسيه هذه كتصلح لهم بزاف كتبرد البشره. وكاين عندنا هنا الكوماش بالكيوي، هذا زوين بزاف كديري كتخليه واحد ربع ساعه وكتقومي كيخلي لك هذاك كوماج كريمي كيخلي لك البشره ديالك رطيطه، حتى هو كيبقى ب 70 درهم. والثاني هديه هذا البومال. ونهبطوا للجلد هنايا ديال لويزا فيتامين او، حتى هو ديال البشره حساسه بزاف، مزيان مضاد للالتهابات، فيه واحد الريحه خفيفه كيساعد على الاسترخاء، حتى هو كيبقى ب 30 درهم. وهنايا ستيك طبيعي بدون ما فيهاش الكحول، ما فيهاش المواد اللي هي كيميائيه وكتضر بالبشره. الناس اللي كيكونوا ديجا دايز فيهم السرطان وما كيبغيوش يستعملوا المنتجات اللي كتعاود تهيج المشكل، هذا كيصلح لهم. وحتى الحوايج اللي فيهم الريحه حتى دابا ولكن فيه الريحه ديالو الطبيعيه مبدله ماشي مجهده، ماشي حتى دابا السيدات اللي كيمشيو للحج البومبلوموس الزيوت الاساسيه ديال البومبلوموس باش مبريباري، ولا لا الويفيرا اللي بحال قلتي الليمون عادي، ولا لا الويفيرا. وكيصلح هذا، غادي نقول واحد النقطه حيت هذه طرحات عليا واحد الصديقه ديالي دابا توصلت معايا، تحيه ليها، قالت لي لطيفه شوفي لي بودور واش عندها شامبو ما تكونش فيه الريحه ومزيل العرق على حسب الحج. الحج ما كيبغيوش الحاجه اللي كيبغيوش الريحه، راه كاين هذا بحال دابا الشامبوان ديال بودور اللي غدير مزيل العرق ريحته مجهده بحال الا دايره العطر وخارجه، وهي في ذاك المقام راه ما يمكنش ليها دير، هي المراه بصفه عامه ما خصهاش دير العطر في العادي، فما بالك في ذاك المقام، يعني تولي تاخذي ذنوب مدوبلين. شنو دابا تنصحيهم بهذا المزيل العرق؟ ننصحها بهذا ديال الويفيرا، ما فيهش كاع الريحه، هذا فيه الريحه شويه ديال بومبلوموس مجهده شويه. هي بالنسبه لي غنعطيوها هذا، وغادي نعطيوها الشامبوان ديال الريحان. ما فيهش الريحه؟ حتى هو غنشم ما فيهش ريحه شويه. لا ما فيهش ريحه، الريحه ديال لي برودوي باش مخلط ديك الزبده الكاريتي وهذا باش مخلط، ما فيهش ريحه. لا هذا ما قلناش الثمن ديالو، هذا كيبقى ب 150 درهم، والثاني هديه. وهنايا عندنا الحليب ديال اللوز، اللوز دهنت من جيت دهنت به شويه يدي، هذا فيه الجليسيرين واللوز الحار، مكونات اربع، هذا فيه الجليسيرين اللوز الحلو اللوز الحار ماشي الحلو، فيتامين او فيتامين سي وجل جلال الويفيرا، كيتستعمل حتى كمنزل للمكياج، تقدر تهدي به المكياج وكينظف البشره من الاوساخ وكيقلل الانتشار ديال الحبوب الا كان عندك مشكل ديال الحبوب. وكاين هذا ديال الحلزون، هذا شامبوان ولا حليب؟ لا حليب ديال الحلزون، حتى هو فيه الجليسيرين ولا من الحلزون فيه زيت لافوكا وفيتامين او، هذا مرطب بزاف البشره الحساسه وكياخذ له التجاعيد ومزيل الالتهابات. هادو كيبقاو حتى هما ب 60 درهم، والثاني هديه، تقدري تاخذي هذا ب 60 والثاني هديه، ولا هذا ب 60 وهذا هديه. وكاين عندنا هنايا الشامبوان ديال الريحان مع الديميلوغ ديالو، هادو مصايبين بالزيت ديال الباتانا، واحد الزيت اللي هي زوينه بزاف كتقوي الشعر وكتخلفو وما كتخليش الشيب. زوين هذا حتى هو صدق زوين. الديميلوغ صايبناه بهذا بالمستخلص ديال الباتانا، ولكن فيه جيل ديال الويفيرا، زدنا فيه الفيتامينات مع زيت لافوكا وزيت ديال الارقان، مزيان كينقص التقصف ديال الشعر، كيحمي الزغبه، الا كان الشعر داك اللي فيه ساعه كيتخبل كديري كتمشطي ما كيطيحش الشعر. وكاين هذا الشامبوان ديال الريحان حتى هويا زوين بزاف، كينقص التكاثر ديال الشيب في الشعر، وكينقي فروه الراس، كيعالج الحكه والالتهابات هذه في الخلاص. فيه الزيت ديال الباتانا، فيه البروتين ديال زيت العطرشه، الجنجلان، زيت الجوز اللي هو القرقع حيت هو اللي كيقوي الشعر ما كيخليش يبان فيه الشيب فيه ساع، زيت المرميه وزيت الزيتون الخردل وزبده الكاريتي.
وخلاص لي فيتامين راه ضروري كنزيدو لي فيتامين. هذا حتى هو كيبقى ب 60 درهم وكتاخذي معاه 10 ميلور ديال هديه 10 ميلور البنات زوين حتى هو. هنا هذاك جيل هذا ديال البشره الدهنيه، هذا ديال البشره الدهنيه بالماكاداميا، هذا فيه الزيت ديال شجره الشيل فيتامين سي، وزيدين فيه الماكاداميا. ماكاداميا واحد العشبه اللي هي كتوازن الافرازات الدهنيه، ما كتخليش البشره تفرز الدهنيات بزاف باش ما كيبانوش فيها الحبوب. هذه بالنسبه لوليداتنا اللي كيكونوا باقيين صغار، كيبداو بداك الحبيبات هكذا رقاق بحال السميده كيبداو لهم في الجبهه، وهذا هذه الشباب كيبقاو حتى هو ب 180 درهم. الا بغيتي الثاني منه هو بنفسه هديه، بغيتي الصفر كتاخذي 200 وكتاخذي الثاني هديه من هذا. اوكي شوفوا هنا، هو هنايا نعمل لا كاين عندنا جيل دوش محبوب الجماهير، جيل دوش ديال بودور كوزميتيك، كيبقى فلور دورونج بزاف، فيه واحد الزهر خفيفه وكيخلي لك البشره ديالك رطيبه، كيبقى ب 60 درهم والثاني هديه. شامبوان ديال جونتيشيت، هذا سون سيلفات سون صابون سون بارابين خاطر، زايدين فيه الفيتامين او. الا كنتي دايره الكيراتين ولا الليساج ان شاء الله، فن فن هذا غزال، هذا عند الله. هذا شامبوان فيه شامبوان والليساج ربعه في واحد، هذا غزال. هذا البنات حتى هو بالنسبه لي دايره البروتيين، وتا اللي ما دايراش وما دايره البروتيين خلاص عرفتو كي كيخلي الشعر زوين، اصلا في الغسيل كيخليك شعرك حريري، كتحسي براسك كتغسلي بشي حاجه صحيه، انت كتغسلي بيه وكيعطيك واحد الاحساس صراحه بحال الا شي شامبوان سيبتي خلطتيه في الدار. انا هذا هو الاحساس اللي كيجيني انا اختي، الاحساس اللي كنحس به كيخلي شعري رطب، وحتى من ورا ملي تنشف شعري كيبقى شعري زوين. ولاحظي ان حتى عينيك الا ما كيحرقش في العينين، ما كيحرق حتى لهبط لك على وجهك ما كيحرقش بزاف وجهك. لا ما شاء الله. بالثمن الثمن بالنسبه ل 800 درهم ثاني هديه، وبالنسبه لمضاد القمر راه جاي عليك به جيل دوش 60 درهم والثاني هديه 60 درهم، وبالنسبه لهذا مضاد القمل قبيله ذكرناه معاه المشيطه هديه كيبقى ب 70 درهم، ومعاه المشيطه هديه. ومشيطات ها هما راه كاينين في اللوينات هكذا على حسب البنيتات والوليدات، كتختاري اللون اللي بغيتي مع الزيت. هذا واخا ما يكونش القمل في الوليدات قلنا يحمي، يعني كديريه ما ينقش لك القمل الشعر ديال هذا كريم من النهار، هذا كريم ديال النهار اللي كنديروه تحت من ليكرو اللي درنا فيه برومو هو كريم الليل 200 درهم بجوج. هذا السيروم اونتيشيت، هذا السيروم مضاد لتساقط الشعر، وفيه واحد الريحه زوينه كديريه من بعد لاسيت حتى كيبدا شعرك شويه ينشف، في شويه ديال الماء كدهني به وكتخليه كيعطيك لابغيوس وكيوقف الطياح، كيبقى ب 80 درهم والثاني هديه. وهذا الصابون ديال الحامض مع الخرقوم ديال كيمشي مع هذا الباك ديال بودر كوزميتيك كيبقى ب 30 درهم. هذا بخاخ الجسم 60 درهم والثاني هديه، ريحته زوينه خفيفه وما فيهش الكحول، البشره الحساسه جدا. وعليكم السلام. وكاينين هادو الانواع ديال الامساك، كاين مسك الرمان، مسك ديال زهر الليمون، كاين هذا المسك ديال فيه الريحه ديال القمه، ريحه القمه، وكاين هذا ديال انا العنب، وكاين هذا ديال المحل ديالنا ديال انا بودور، كلهم كل واحد فيه ريحه خاصه سبيسيال ديالو. نشم هذه القمه جديده غادي نشمك. ها هو ها هو ريحه قمه قمه الاناقه غزال غزال. هذا هو الجديد ديالنا، هادو كاملين كيبقاو ب 40 درهم ثاني هديه. بغيتي واحد من هنا ب 40 ثاني هديه، بغيتي من هنا 40 ثاني هديه، بغيتي من هنا 40 ثاني هديه، بحال كتجي 20 درهم لواحد. ايوا ومازال كنزيد لكم هاد الابيض ما كاينش هنايا، كاين هنايا حتى هو كتاخذي ب 40 والثاني هديه. يعني هادو هما الانواع ديال الامساك اللي كاينين الصغار، راه كاين هذا كان ب 80 درهم، هذا كان ب 50 درهم، هذا ب 60 درهم. لحد الان هاد الاثمنه راه هما اللي كاينين في التاشفين، التاشفين ما فيهاش البرومو، غتمشي للتاشفين تاخذي هذا ب 80 درهم ان شاء الله. اللي كيقول لك انت واختك انت وصاحبتك تفاردوا كتطلع لك القضيه رخيصه. هنا كاين صابون الجليسيرين، هذا تا هو الصوابن الصابون هذا ديال باك ديال دوش نيج مبيض، والبشره اللي كتكون حساسه مزيان ليه. الا عندك لاكزيما ولا هكا الحكه ولا الناس ديال اللي عندهم مشكل ديال السكر كتكون عندهم واحد بحال الحساسيه بحال كتكون مشوفيه في ذاتهم بزاف، مشوفيه في ذات كيصلح لهم. هذا كيبقى ب 35 درهم، هذا 35 درهم. هذا لونتي سيرن، ها
هذا مضاد للهالات السوداء والتجاعيد ومشاكل حول العين بصفه عامه. سميتو تيوالين، تيوالين هي العوينات بالشلحه، كيبقى ب 130 درهم. وهنايا اللبان الذكر، هذا اللبان الذكر راه كيبغيو البنات غادي يستعملوه مع شويه ديال المواد كيذوب وكيديروا كولاجين طبيعي للبشره، كيبقى 30 درهم. وهذا السدر كيبقى ب 10 دراهم مطحون. مطحون اه. وهنايا عندنا الوصفات ديال هذه زيت التساقط، وهذه زيت التكبير، زيت التبييض، وزيت الساقين ديال دوالي الساقين، زيت النحيف. هادو كيبقاو ب 150 درهم هاد الكميه هذه الكبيره. وكنعطيوك معاه هديه هاد الكميه هذه، يعني هاد العبار هادي يعني جوج تقدر تاخذ هادي ديال التساقط وهادي ديال التكبير، هادي ديال التكبير وهادي ديال دوالي الساقين، كتاخذ جوج المشاكل في دقه واحده، كتخلص غير واحده وحده ب 80 درهم 80 درهم الثانيه نورمالمون هادي ب 80 درهم كتاخذها فابور غراتوي. هنا قبل الصابون نمشيو للتبريمه. التبريمه حتى هي من الحوايج اللي ما يمكنش نستغني عليها، اللي ما كنديرش ما كنمشي لوسخ بزاف. التبريمه ديال الحوايج الصحراويه مبيضه، كتحيد دوك الليطاش اللي كيكونوا في الجسم لداخل، داك الكحوليه اللي كيكون في الكوع ولا في الركبه ولا في تحت الباط هنايا. والوسخ كاينو الدغيا، ما نقولش لكم البنات داك الوسخ كيخرج ككحل زرق زرق كيخرج زرق اه تجري بزرق. كاين هذه التبريمه كتبقى 30 درهم، وكتاخذي هذه الصغيره معها هديه. وعندك العمل لله هذا الصابون البلدي، كاين هذا ديال الزعفران بلوكاليبتوس للبروده والم المفاصل، كاين هذا بالقهوه والخرقوم الناس عشاق القهوه، كاين النيله الصحراويه والعكر الفاسي مبيضين، وكاين هذا ديال الارغان مع الخرقوم، وكاين هذا ديال الارغان مع الحامض، وكاين هذا ديال العود. عندك اختيار ديال اللي بغيتي على حسب المشكل عندك في الجسم. وهذا الصابون راه ما تيذوبش، ما كيذوبش، كيذوبش هذا البنات كيبقى حتى كيتسالى هكا، عام يبقى عندك عام هكا ما كيذوبش، كيبقى هكا هكا ما كيذوبش. يعني ما تخافش من داك المشكل ديال كيذوب ليا الصابون البلدي. هنا قلنا كيبقى الصابون البلدي كامل كيبقى ب 30 درهم جوج ب 50، اي نوع بغيتي، بغيتي من هنا، بغيتي هذا ديال باك بلونش نيج، بغيتي هذا اي صابون بلدي بغيتي 30 جوج ب 50. ما قلناش البلاره تبريمه هي 30 درهم، وكتاخذي معها هذه اللي تحت منها هديه، بلاره كتبقى ب 60 درهم كتاخذي معها هذه هديه. بلاره راه فيها مزيج ديال اكثر من 15 نوع ديال الروز، الفول، حبوب اللقاح، الترموس، عرق السوس، مخلط فيها كلشي. كتاخذي هي معلقه صغيره كتخلطها مع شويه الدانوم السوس وشويه المواد، كديريها ربع ساعه وكتحيديها وكتشوفي النتيجه، كيغدي، كيبيض، كيحيد ليطاش، التجاعيد، التصفيه، كلشي، المشاكل ديال البشره. غير ملي ديريه ما تهضريش، يعني ملي تكوني دايره تبقاي هكا باش يجبد لك البشره ديالك. الميزه الاخرى ديال العطور، اللي هاد العطور اللي كتشوفوا كامله من هنايا البنات حتى لتحت كتبقى ب 30 درهم، جوج ب 60 والثالثه كادو، يعني ثلاثه ديال العطور ما شاء الله غيبقاو لكم ب 60 درهم 1200 ريال. خذي يا لاله لكل اللي عزيز عليك. هانتوما انا بعدا رشيت هاد سي، المهم انا جربت سي ميس ديور، حتى هي كلهم هادو عطور. حنا كنبيعو ب 80 درهم، راه كبيره هذيك دابا 30 درهم، دابا كتبقى ب 30 درهم. لي بارفان كاملين كيبقاو ب 30 درهم، كتاخذي جوج كتعطيك بودر كوزميتيك الثالثه هديه. الا هذا لا رب وحده اللي كتبقى ب 30، وهذوك العطور للبيبي وليدات الصغار 30 درهم ما فيهمش 30، اما حتى الرجال حتى هما كلهم كلشي، كاينين لي ديودورون كاينين لي بارفان، تاخذي ديودورون تاخذي بارفان كلشي 30 وثلاثه ب 60 درهم، يعني وحده كتاخذيها فابور ب 30 درهم كتخلصي جوج كتخلصي 30 درهم، كتعطيك بودور الثالثه هديه جوج 60 درهم. نعم وكتعطيك بودور الثالثه فابور باش ما نغلطوش، وحده ب 30 جوج ب 60 والثالثه كادو في العطور. نعم ما شاء الله دائما العطور عندنا كادو هاد الباك هادو اللي تقدات عندنا 1000 درهم كتاخذ هاد الباك هذا هديه. سخاء اختي. اييه هذا باك فيه كريم القدمين، فيه ريحه، فيه تبريمه، فيه كوماج، هذا الحمام واقع، وفيه ديال الزعتر، وكاين بزاف ديال الانواع، كاينين 10 ديال لي باك هما هنايا، تختار الباك اللي بغات، تكوني من السباقات باش تختاري الباك اللي غيعجبك ان شاء الله. ان شاء الله من عند بودور غادي تربح معنا هاد القفيفه هذه، خصها تقضى تقريبا 1000 درهم. اللي خدات 1000 درهم تاخذ الباك ديالها، ما كاين لا مسابقه لا طومبوله لا حتى شي حاجه، تكون من 10 الاولين، تجي لقاتهم هنايا تختار اللي عجبها وتاخذ لي برودوي اللي بغات وتاخذ القفيفه ديالها. مرحبا مرحبا بها. وهنايا عندنا هاد لي باك هاد لي باك هذا نورمال مورا ب 400 درهم كيبقاو لكم غير ب 250 درهم،
السنادقه ديال العود، وفيها واحد المرايه هنايا. هذه راه فيها جلدوش ديال البذور، فيها خزيته المجوهرات فيها كريم كلشي، فيها كريم ديال الليل اللي ب 150 درهم، وفيها القماش ديالها، وفيها المسك الطهاره، وكل واحد فيه شكيل، كل واحد فيه حاجه كادو، شي دخله شي نفيسه شي عروسه. 150 درهم غتدخلي في يديك انت 250 درهم، ما عرف قلنا شحال شريتي. مرحبا بك، هذيك الصناديق زوينه تبقى لك من بعد ان شاء الله. بالنسبه للطريقه البنات، حنا في الطلعه ديال لوطروج ديال اتاكادا، والطلعه ديال اتاكادا واللي كطلعنا نيشال سيدي مومن، هذه هي الطلعه ان شاء الله كما كتشوفوا نيشان. هنا كنطلعوا فوق القنطره هانتوما، هنا فين كاين هذا الرومبوان، هادي فين كاين الجامع، ها الجامع هذا الرومبوان هادي، وغادي ندخل نيشان فين كيبان داك البوطو البنات، ملي كنطلع من الطلعه ديال اتاكادا بحال غادا المهم ما عرفتش بالضبط فين باش نقول لكم. ها نتوما هذه هي الدخله فين كاين هذاك البوطو نيشان حتى القصاريه الخالي. المهم من الطلعه ديال لوطروج كنطلعوا نيشان، كاين داك الجامع الرومبو قصاريه